بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في مادة التفسير للصف الثالث متوسط. درسنا اليوم الدرس 49، تفسير سورة الأنبياء من الآية 68 إلى الآية 73. لما قامت الحجة لإبراهيم عليه السلام على قومه، ظهر الحق على يديه، عدلوا إلى استعمال سلطانهم وقوتهم، وعزموا على إحراق إبراهيم عليه السلام بالنار. لكن الله تعالى نجى نبينا من كيدهم ومن مكرهم، كما حكى ذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني إن كنتم ناصرين لهذه الآلهة حرقوه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ذلك أنهم لما عزموا على إحراقه جمعوا حطبا كثيرا جدا، ثم جعلوه في حفرة من الأرض وأضرموها نارا، فكان لها شرارا عظيما ولهبا مرتفعا، لم توقد نار قط مثلها. وجعلوا إبراهيم في كفة المنجنيق ورموه في النار، فقال عليه السلام عند ذلك: حسبي الله ونعم الوكيل. فجعلها الله عز وجل بردا وسلاما على إبراهيم. لو جعلها الله عز وجل بردا لأصابه البرد الشديد، لكن الله عز وجل قال: بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس: لو لم يقل سلاما لآذى إبراهيم بردها. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي المغلوبين، جعلناهم المغلوبين. هنا إظهار آية من آيات الله عز وجل على إبطال مفعول هذه النار، يعني من صفة هذه النار الإحراق، لكن الله عز وجل أبطل ذلك الإحراق وجعلها بردا وسلاما على إبراهيم، وهي آية من آيات الله عز وجل. لذلك أن من توكل على الله عز وجل كفاه ونصره في كل الأحوال. قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. وفضل كلمة حسبي الله ونعم الوكيل حيث كانت سببا في نجاة إبراهيم عليه السلام. ونجيناه ولوطا، يعني نجيناه من النمرود وقومه من الأرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام. بارك الله عز وجل فيها بالخصب وكثرة الأشجار والثمار والأنهار، وبعث منها أكثر الأنبياء. ومن فوائد هذه الآية مشروعية الهجرة في سبيل الله عز وجل، كما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم من مكة إلى المدينة لكي يحافظوا على هذا الدين وينشروا هذا الدين بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب أيضا ابن إبراهيم، ابن إسحاق ابن إبراهيم. لذلك قال: وهبنا إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نافلة، فضلا من الله عز وجل وتفضيلا به على إبراهيم. لذلك قال الله عز وجل: وكلا جعلنا صالحين. يعني من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلهم الله عز وجل عاملين بطاعة الله عز وجل، مجتنبين المحارم، وجعلهم أئمة قدوة في الخير يهدون بأمرنا، يدعون إلى الله عز وجل بإذنه. ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،
فعل الخيرات مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الخيرات. لذلك الله عز وجل جعلهم موحدين له سبحانه وتعالى. وفضل هذه الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، وشرف القائمين بها، يا ذلك كل من يدعو إلى الله عز وجل له شرف عظيم يشرفه الله عز وجل في هذه الدعوة. لذلك الله عز وجل قال: التحفيز إلى بلوغ مرتبة الصالحين، قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم صالحين. جعلنا وكلا جعلنا صالحين، فضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات. ويجب على الإنسان أن يعمل بالطاعات حتى يقترب إلى الله عز وجل ويدخل الجنة.